صباح الخير لكل المشاهدين. أسبوعنا الرياضي نكمل سوا. بذكركم أنه بكرة ما لح يكون في جت فيت، ولكن لح يكون في إكستريم بكرة، وحلقتنا لح نحكي فيها عن الإكستريم سورفينج. لكل الناس اللي بحبوا سورف يحضروا حلقة بكرة ويشوفوا قديش هالرياضة ممكن تكون ممتعة وكمان إكستريم بنفس الوقت. اليوم مثل ما قلت لزميلتي رانيا رح كون عم بحكي عن اللور بادي تبعنا، عن اللاجز وعن الشولدرز. رح اعمل كومبينيشن لشويه حركات سوا ممكن يفيدونا ويقووا هالعضلات الموجودين بهالمناطق. خليني قبل استعرض انا وياكم ثلاث صور لما يكونوا حاضرين، اذا صاروا حاضرين. اول صوره بتفرجينا عن اللور بادي ماسلز بالالوان. برجع بقول لكم انا بهمني كثير تعرفوا اذا بدكم تعملوا فيجولي تعرفوا وين العضلات موجودين. لما احكي انا اللور بادي ماسلز عم بحكي عن هدول العضلات الموجودين قدامكم بالصوره. بنتقل للصوره الثانيه، عم نحكي عن الدلتويدز بثلاث اقسام، قسم امامي، قسم من الوسط، وقسم خلفي. اما الصوره الثالثه اللي حضرت لكم اياها بتحكي عن الكوت اوف ذا داي. رح جرب دائما مرق كوتس لعندكم. ability is limitless، صدقوني القدره او المقدره تبعيتنا ما لها حدود. مشان هيك دائما بي مور دو مور، دائما كونوا اكثر واعملوا اكثر، وتذكروا دائما انه المقدره تبعيتكم بالرياضه ما لها حدود، مثل ما مثل اي شيء ممكن تعملوه بالحياه. لكن خليني بلش. رح اعمل سيزرز على الستاب وارجع كمل الحركات انا وياكم. من هون تاب شوي شوي، منشد المعده and we go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بنتقل دمبلز على مهله، بستعمل اجري لاخذ الدمبلز. رح اروح على استعمل الباونس بورد. اكيد اذا ما عندكم باونس بورد فيكم تعملوها على الارض. ستاتيك لانج، ايدي لاترال ريز، 1 2 3، ظهر جالس، 4 5 6 7 8 9 و10. شوي شوي لفوق، سويتش كمان لتحت، باخذ البوزيشن تبعيتي والبوستشر الصحيحه، معدي مشدوده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. شوي شوي لفوق، برجع سيزرز مرة تانية. عم جرب قد ما في يكون اكتف بالرس تبعيتي بين حركة وحركة. معنويات دايما عاليين، هذا الموضوع ما لازم دايما احكي فيه. الفوكس تبعكم اثناء التدريب مهم جدا ليتناسب مع الحركات الجسدية اللي عم تعملوها. One more time، معدة مشدودة، let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. tap. great. برجع حركة للشولدرز لحالة. من هون رح روح up front، وحدة lateral وحدة front، بنفس الإيد، 3 4 5، switch لتاني إيد، lateral، معدة مشدودة دايما، front hammer front lateral hammer front، that's 2 lateral front، 2 more كمان، 1 and 2، that's it. perfect. بنتقل حركة pure للليجز. عم بحكي هون عن إذا بدكم مرة يمين مرة بالشمال، لانجز ستيشنري، لانجز لما أقول ستيشنري يعني بأرضي. عم جرب قد ما فيي. كثير من الحركات ما يكون بدهم اكسسوارز. للناس اللي بيتمرنوا ببيوتهم يكون عندهم هيدي الادج، يكون عندهم هذا الشانس انهم يقدروا يتمرنوا بلا ما يكونوا عم بيستعملوا اكسسوارز. من هون بدي بلش ب بوستشر صحيحة كرمال اقدر ادي الحركة بطريقة صحيحة. لما اكون عم بعمل لانج لقدام ما بدي يكون الاجر قدام الاجر، لانه رح يبطل عندي بالانس. كيف بقارب موضوع اللانجز؟ هي بطريقة كثير بسيطة، مثل ما بمشي على الطريق، انا بمشي بعمل ستيب بهالطريقة، بعمل ستيب ولكن هالستيب رح تكون واسعة لقدام كرمال اقدر اكون بلانج بوزيشن. ما تخلوا الركبة تقطع اصابع الاجرين، ذاتس 1 2 3، معدي مشدودة، 4
5 6 7 8 9 10 10 مرات كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان مرة. 10 بياخد نفس عميق. فضي برجع بروح على الستاب. One more time. One more scissors. من هون بعمل تاب. ما بتفش لقدام. كون عم بعمل تاب من فوق بالميل الأمامي من الأصابع. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Perfect. برجع الوزن رح يكون شوي تقيل. ولما أحكي تقيل أنا بحكي average. معقول يكون تقيل لكتير من الناس, معقول يكون خفيف لا كمان كتير من الناس. من هون upright row بالبليت 10 مرات. 1 2 3 4 بعدي مشدودة. 5 6 7 8 9 one more. جسم جالس. 10 بليت على جنب. على مهلي بحط الويت, على مهلي بعمل دروب للدمبلز حتى لو كانوا وقيه بحطهم على مهلي على الارض وبرجع بلتقطهم على مهلي. بستعمل عضلات اجري كرمال اعمل بيك اب لحيلا هيفي اوبجكت. خليني اروح لكمان حركه بكون عم شغل فيها بنفس الوقت. الموضوعين تبعولنا لليوم يعني ليجز والدلتويدز لانج, ولكن كروس يور فيت لورا بهالطريقه بطلع في شويه بالانس بالحركه لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 now open down stand up switch. نفس الشيء عم بنزل وعم بكون ستاتيك, بمعنى لما انزل لتحت ما عم بتحرك وما عم بعمل ريبيتيشنز, عم بعد انا وتحت. باخذ البوستشر تبعيتي كروس يور فيت على مهل لتحت من هون. نفس الشيء اند وي جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 switch لهون and go down stand up. Perfect. لما احكي lower body كثير من الاشخاص بيعملوا skipping دائما لعضلات الكابس تبعولنا او بطاط الاجر, وخاصه الصبايا لازم كمان هالعضلات تكون عم نقطع عليهم بالقليل مره واحده بالاسبوع نكون عم نشتغل عليهم. اذا ما بتكون تحملوا ويت بايديكم ايزي up and down, ولا اسهل من هيك لما نعلي الكعب على الارض ونطلع رؤوس اصابعنا هون عم بصير في كونتراكشن بعضلات الكابس تبعولنا. خليني التقط شويه وزن من هون كمان لما اكون عم بعمل هالحركه يلي نسبيا هي كثير هينه لتاديتها, كمان بكون عم بشتغل بوستشر وما عم غلبت ابدا وما عم بتسهل ابدا بوضعيه الجسم. معدي مشدوده, ايدي جالسين لتحت. up and down 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 switch كمان من ورا كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 perfect. دمبلز على جنب, برجع لغير دمبلز لاشتغل اوفر هيد بريس. بركي اكثر حركه كومن لما اكون عم بحكي شولدرز ورك اوت من هون. اب اند داون 1
اثنين بتكون اخر حركه لليوم، ثلاثه دقن عالي، اربعه، خمسه معده مشدوده، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشرة. I go for two more. One and two. And two. على مهلي لتحت. أكيد لازم تعرفوا إنه أنا عملت warm up وstretching قبل ما بلش الفقرة. رح أعمل cool down. رح أعمل stretching بعد كمان هالفقرة، وأنتوا لازم تعملوا نفس الشيء. بس أكيد عملوا هذا الموضوع أنتوا عم تحضروا. Eat right. Get fit. Stay fit. شوفكم بكرة بإكستريم.